انا لي فتره ما بعت له، بعت الكل اللي بالقريه، ما في احد اقدر ابيع. مشاركين فيلم طريق الوادي، فيلم طويل، هو اول فيلم عائلي من انتاج مركز الملك عبد العزيز الثقافي اثراء. الفيلم يتكلم عن طفل يعاني من توحد، لكن هو مش التوحد اللي احنا نعرفه، هو متلازمه الصمت الاختياري. طبعا ابوه يشوف انه يعني عاله عليه ويبغى يعالجه عن طبيب شعبي، بس ان الولد يضيع من ابوه ويدخل في سلسله احداث جميله ولطيفه تعيشنا في عالم الوادي. احنا صورنا في الجنوب في تنومه، وصورنا في الرياض، ففي اكثر من 10 مناطق في الجنوب ومنطقتين في الرياض. كان الجو مختلف عن تصويرنا اللي دائما نصوره، خصوصا ان الجنوب ما هي مؤهله 100% للاماكن التصوير، بس كانت تجربه لازم نخوضها احنا وكانت حلوه. هذه التجربه تضاف لصناعه الفيلم السعودي، انه يروح اكثر من منطقه في السعوديه وايضا يطلع معالم السعوديه طبيعتها واماكنها. الفيلم خلاص التصوير العام، واول عرض له كان في مهرجان البحر الاحمر السينمائي في جده، وعرض في مهرجان مالمو للفيلم العربي في السويد، وهذا ثالث عرض له ان شاء الله. اكثر من موضوع فيلم هو مشروع، وفيلم يستهدف العائله بشكل عام، وفخورين انه يكون اول فيلم سعودي تصنيفه جي للجنرال بابليك او للحضور العام. احنا في السعوديه نفتقد لهذه النوعيه من الافلام، وكانت تجربه للامانه صعبه لكن تستحق ان نسويها. خالد فهد كاتب ومخرج الفيلم لما حب يسوي طريق الوادي كان يقول ابغى احضر فيلم انا وبنتي، يعني هذا حق مشروع لكل احد انه يروح يحضر فيلم. بالاضافه انه طريق الوادي فيلم ممتع، شافوه حتى في مالمو مهرجان مالمو مشاهدين غير سعوديين، نتكلم عن مشاهدين عرب ومشاهدين من السويد حبوا الفيلم. طبيعي احنا في السعوديه نفتقد الى كثير من المقومات اللي تساعدنا لانتاج افلام بضخامه طريق الوادي، اتكلم من اولها التحديات التقنيه كمعدات، واتكلم برضو عن الفرق الفنيه، فيا كان تحدي انه احنا نغريهم انه يشتغلون معنا في هذا الفيلم، بس كان الرهان على نوعية الفيلم كان مرة رهيب.